وينضم لنا اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. أهلا بحضرتك معنا. وبداية طبعا يعني أكيد واضح بشدة المجهود الكبير اللي عمله حزب حماة الوطن على الأرض في هذه الانتخابات. أولا احكي لنا يعني الحشد اللي انتوا عاملينه ودور حزب حماة الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مساء الخير على حضرتك مساء الفل وكل المشاهدين. طبعا بالأمس بدأ العرس الانتخابي وهو يوم 10 ديسمبر، والنهارده 11، وغدا إن شاء الله يوم الحصاد اللي هو يوم 12 ديسمبر، في هذا الاستحقاق الدستوري الهام والأداء من كل مواطني يعني الشعب المصري اللي هم ليهم الحق في واجبهم الوطني انهم يقفوا جنب قيادتهم وجنب دولتهم. واحنا شفنا هذا الكلام خلال اليوم الاول واليوم الثاني، حقيقة نسبة مشاركة كبيرة جدا من المصريين اللي حريصين على انهم يدلوا باصواتهم شباب ورجال وسيدات وكبار سن ويعني ذوي الاعاقة. حقيقة شفنا نماذج مشرفة من الشعب المصري موجودة في اللجان الانتخابية. طبعا حزب حماة الوطن حقيقة كان له دور كبير جدا في الاستعداد لهذه الانتخابات، ويعني الحشد اللازم اللي تم من خلال يعني المؤتمرات. انا تابعت مؤتمراتكم الحقيقه في كل حته في مصر، كانت مؤتمرات حاشده اتكلمتم فيها، شفت اكتر من كلمه حضرتك قلتها الحقيقه، يعني كانت مؤتمرات ناجحه بامتياز. انا حضرتك يعني طبعا الامانه المركزيه حضرت كل المؤتمرات اللي تمت على مستوى المحافظات، اكثر من 27 مؤتمر. حقيقه انا حضرت مؤتمرات في الاسكندريه والبحيره والغربيه وسوهاج واسيوط ومرسى مطروح والشرقيه والدقهليه، زي ما بقول مؤتمرات. شفت ايه بعد ما كنت حضرتك موجود في هذه المؤتمرات واتكلمت مع كل الناس يعني في اكتر من حته في مصر بطبقاتهم المختلفه، يعني لاحظت ايه؟ رغم ان الواحد يعني بيسافر مسافات كبيره، ولكن لاحظت طبعا كان السعاده كلها في مدى حرص المصريين انهم يتواجدوا في هذه المؤتمرات ويكون عندهم يعني الرغبه الاكيده في انهم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات الرئاسيه والاستحقاق الدستوري. واحنا بنشوف بنجني ثمار يعني كل ما تم من اجراءات عن طريق الحزب وعن طريق امانات المحافظات، يعني حقيقي جهود كبيره جدا، بالاضافه للجهود اللي قامت بيها طبعا الجهات المنظمه والمشرفه على اللجان الانتخابيه، بالاضافه الى طبعا تامين رجال وزاره الداخليه لهذه الانتخابات ورجال القضاء المشرفين حقيقه، وتيسير كافه الاجراءات للمواطنين انهم يدلوا باصواتهم في هذا العرس الانتخابي. حقيقي حاجه تسعد كل المصريين. بمناسبة أنه حضرتك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تأثير هذا المشهد الانتخابي المصري اللي عمله كل مصري في كل قرى ونجوع مصر وفي المدن الكبرى وفي المحافظات القريبة والبعيدة، مرسى مطروح، سيناء، في كل يعني شمالا وجنوبا شرقا وغربا، المشهد ده تأثيره إيه على الأمن القومي المصري؟ يعني هذا الإحساس تم طبعا منذ يعني الأحداث اللي حدثت في 7 أكتوبر والإجراءات اللي قامت بها القيادة السياسية والجهود اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة، والتصريحات اللي كانت حاسمة يعني وضعت الخط الأحمر بالنسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض موضوع التهجير، خطة تهجير أشقائنا في غزة إلى سيناء أو إلى الأردن، لأن ده بيضر بالأمن القومي المصري ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. كل هذه الجهود أدت إلى أن المصريين نزلوا يوم 2 أكتوبر ويوم 20 أكتوبر وفاوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذوا من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية المصرية. تقول إيه لكل مواطن مصري بيتفرج علينا دلوقتي؟ أقول لكل مواطن مصري يعني أرجو أن لا تفوتك الفرصة، وان انت يكون ليك دور ايجابي وتشارك وتنزل في موضوع الانتخابات. يمكن الهيئه العليا للانتخابات قالت ان الانتخابات تجاوزت نسبه، لا احنا عايزينها يعني تتجاوز هذه النسبه بمراحل، ان شاء الله بكره نوصل الى 60 70%
من نسبة مشاركة في هذه الانتخابات اللي هي بقول استحقاق دستوري وواجب وطني لكل المصريين في ظل هذه يعني الظروف اللي هي الظروف اللي موجود فيها مصر. مصر في موجودة في منطقة مشتعلة، كافة التحديات والعاديات موجودة في كل الاتجاهات الاستراتيجية. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان.